ما أوذي نبي في أمته بمثل ما أوذيت في أمتي. ولقد أوذي في بداية دعوته صلى الله عليه وآله وسلم من اليهودي، من الكفار، من المشركين، إلى درجة حتى أن أمته تقدمت الأمة بأذاه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله في هذا القول ترى مو ناظر في حياته، يعني مو يقول ما أوذي نبي يعني اللي وأنا عايش، لا، حتى بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله وسلم هذه أذية. لأنه ما حد صار له نفس اللي صار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في أهل بيته، يعني من الأنبياء السابقين ما جرى عليهم ما جرى على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولذا عندما دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه الزهراء عليه السلام، توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، قال: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، إلى أن قال: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فاستخبرها الحال وأحفها السؤال.